أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من وطئ المصحف هل يكفر فاعله أم لا، سواء كان ذلك بقصد أم بغير قصد؟ إذا وطئ المصحف متعمدا وهو يعرف أنه مصحف ويعرف أنه كلام الله، فإننا نحكم بكفره، لأن هذا استهانة بالمصحف، استهانة بكلام الله عز وجل. أما إذا وطئه ما درى أنه مصحف فهذا لا، هذا ما يحكم بكفره، لأنه لم يتعمد، ما درى أنه مصحف. نعم.